قافور هز علامك واستقبل اللي راح ونادي على حكامك الجلاد والسفاح قولي لهم يا خاينين التربة يا زارعين الأرض بالأشباح لا تدنسوا عرس الشبيبة الأحمر نبيل هذا عرس نبيل غدوة راجع من القبر في ده سلاح. نحن الحقيقة رغم معناها تحفظنا معناها على مسار العدالة الانتقالية برمته إلا أنه المسار معناها فيه حوجات إيجابية من بينهم محاكمة اليوم ومن بين المحاكمة اللي صارت فيها في قابس ومن بين المحاكمات اللي قاعدة بتصير، لكن الحقيقة إلى أي مدى المحاكمة هذه باش تاخذ طابع جدي وإلى أي مدى معناها السلطة بتفريعاتها معناها مستعدة لأنها تجيب حقيقة الجنات وأن تحاكمهم. المحاكمة في حد ذاتها هي انتصار كبير لمعسكر الحرية، انتصار كبير للشعب التونسي، انتصار كبير للديمقراطيين، على خاطر معناها قبل نحن استنسنا والناس كلها استنست أنه ولا يتعذب ولا يتحاكم هو المناضل هو المعارض هو رافض الاستبداد ورافض الديكتاتورية ورافض الاستغلال. اليوم معناها المحاكمة هذه هي محاكمة رمزية لكل الجلادين، محاكمة رمزية للديكتاتورية وللاستبداد. نبيل جاي في الفترة الأولى بتاع تأسيس حزب العمال وما هيش في فترة بن علي، في الفترة الأخيرة بتاع بورقيبة ايش فترة بن علي، فهمتني؟ وتنجم تقول أول شهيد معناها قدموا الحزب معناها في الفترة هذيك، في الفترة بتاع بداية تأسيسه، وتنجم تقول معناها ألا جاءوا ودخلوا الحزب، تنجم تقول بعده هو الكل كان النبراس بتاعهم، كان القدوة بتاعهم نبيل بركاتي، معناها إلى درجة أنه ولا تراهم هذوما اللي هنا الكل عبارة على تربية نبيل بركاتي، حاضر ولا مش ولا غايب، وهذه هي معناها الرمزية معناها بالنسبة لنا نحن بتاع نبيل. وريت الرفاق الطلبة، ريت الرفاق القاطعوا من قربة يتجمعوا في الساحة ويرددوا يا طالب هو واحد من اللي سقطوا في باردو من نوبة والموعد 18 تلقى المدارج حافلة وتزغرد تستقبل الرفاق جوها يهنوا تستقبل الرفاق جوها يغنوا عاش اتحادهم عاش عاش اتحادنا عاش عاش اتحادنا عاش. وريت المعلم مصحف على يسارة اللحية كثيفة الوجه ما تشوفهاش يدرس شبيبة في الجدل العلمي ومفهوم الصراع الطبق اللي يحرك صف القواعد بالظلم ما ترضاش ويشرح أصول الرأسمال وفروعة وكيف التعفن مرحلة حتمية تحدد سقوط يهزوه للإنعاش كيف استغلاله مسألة وقتية والوعي يفرز الواقع المعاش. إن أكثر حاجة نبيل الفترة اللي عشتها معاه الفترة الأخيرة بتاعه بتاع الجامعة وقت احنا مازلنا ما أسسناش الحزب ووقت هو كان يتبع في النشاط السياسي والنقابي معناها في الجامعة كان كنا متفقين في الجانب النقابي خاصة انه بعلاقة بالاتحاد العام لطلبة تونس، لكن هو بالنسبة لي الحاجة هذيك ما كانتش مشفيته الغليل بتاعه، كان بالنسبة لي هو حاجته بأكثر من نقابة، حاجته بالسياسة، حاجته بالنضال السياسي، حاجته بالنضال الثوري. في الفترة هذيك معناها طرحت قضية تأسيس حزب العمال وناقشتني معاه المواد بتاع تأسيس حزب العمال، طبيعة المجتمع، مسائل فكرية ومسائل إيديولوجية، البرنامج بتاع الحزب. أهم حاجة يعني معناها تنجم تقول قعدت في ذاكرتي كان هو في قعفور، بعد تخرج مش يخدم في قعفور، كان هو في قعفور وكنا نعمل المواعيد في تونس، كان يجي في الترام لتونس يجي الصباح بكري ويروح مستخدم بعد ما نكملوا النقاش، بعد ما نفطروا مع بعضنا، بعد ما ندوروا في شوارع معناها تونس مع بعضنا بحكم أنه يلزمنا ديما نغيروا البلايس، ما تقعدش ديما نفس البلاصة هي اللي نمشيو لها. معناها النبيل القاعدة معاه قد ما تطوال ما تقلقش منها. كم ضامر؟ فهمتني؟ نبيل شنو ضامر؟ نبيل ضامر، نبيل خاصة ديما منشرح، ديما يضحك، ديما
النكت على لسانه وما يتعبش. أنا نعرف معناها اللي هو كان بسيط جدا معناها هذه واللي هو معناه ما عندهش برشا عقد مش هو تركيبته. أنا ما يتعامل بالحياة بكل بساطة أصلا هو حكاية كيفاش توقف وكيفاش هزوه. هو مشى من المركز هما جو يسألوا في الدار هو وقتها ما هوش في قعفور يقري في الروحية أسمع فهمتني وصلوا الدار قال راه جو يسأل عليك فهم طلع من الروحية مشى لقعفور مشى قال تفضل ما كنت جيت تسألت اش بيكم مش تحب فهمتني. فكان يتعامل نوعا ما برشا بساطة وبرشا سمبلستية فهمتني. لكن المجرد اللي بعد عملية قتله واغتياله الشيء اللي صار في قعفور لأن حقيقة صارت انتفاضة عارمة في قعفور معناها هذا اللي من بعد تتمس وما تحكيش عليه واتفه وتميع وتعاون إنما نبيل ماهوش نبورت كيف في قعفور واللي يتذكر واللي من أعباد بزلت موجودة معناها شكون كان يقود في المسيرة كانت أمه هي اللي خدت له المسيرة في 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 خلال المسيرة وهم خارجين لقوا آخر واحد شاف في المركز اللي هو طارق البركاتي. طارق البركاتي هذا كان كوارجي كان يشد جول في مع الكيب نتاع قعفور لقوا مطيش فهمتي ولا من بعد هزوها على الأعناق معناها صارت أحداث ياسر كبيرة من بعد بقرار معناها بقرار من وزير الداخلية اللي هو بن علي الملف يتسكر نهائيا حاجة نبيل هنا مات نبيل بوان مسكر الدوسي وانتهت غادي. الأم نبيل غاب خيالك ومعك ولدي الراك لنحضنك في صدري لنحضر لك فرشك لنحضر لك غطاك لعد ترجع في المساب طمني مد الشبيبة آتن عرس الشبيبة آتن هزي حفالك للعرس نستدعاك من يوم جو هزوك من حارتنا ولموا رفاق الكل كانوا معاك وكتبوا محاضرة تشوهك في سجنك خان الوطن وتحدى تجاوز قانون المملكة وتعدى وكتبوا محاضر تهموك بالإشراك يومها خرجت النادي وسط الشوارع نصيح نبيل ما هو خاين نبيل ما هو خاين نبيل عاشق وطنا وانا رضعت العشق من مبداك واليوم هامر فاقك كل حد منهم من فرحته يحزني ايه اللي ريته يا نبيل خبرني ايه اللي ريته يا شهيد خبرني. علاش استشهاد نبيل وفاة نبيل تحولت الى يوم وطني وتحول في كل مره خاطر مش الوحيد اللي مات تحت التعذيب معناه تاريخ تونس حافل سواء من اليمين او من اليسار خير انما علاش نبيل انا فالوريزي نبيل لان الحقيقه نبيل ما تشدش خاطره هيك معناه خاطره جيست خاطره حسب عمر نبيل تشد وهو يوزع مش هو يوزع معناه ثم بيان يوزع في وقته اللي الصراع الدستوري الاخواني لا مصلحه للشعب التونسي فيه والبيان هذا معناها كان يمثل ناقوس الخطر في الإبوك هذيك سواء على الأخوانجية كيفاش معناها ماشيين للتصالح معناها مع سلطة الحكم وسواء للدستوريين اللي معناها قاعدين يحضروا ويرتبوا في الأمور من داخل من أجل استعداد للانقلاب. الحقيقة مش ناقصنا نبيل ناقصنا كل واحد تقتل ناقصنا كل واحد مش موجود معنا نحن في حاجة برشا الإنسان يضحي مش من أجل رفاق وبرك من أجل الشعب التونسي وفي حاجة برشا إلى كل نفس حر وفي حاجة برشا إلى كل نفس طواق للحرية نحن في حاجة إلى كل إنسان ناضل حتى ولو دقيقة ولو يوم ضد النظام القمعي. التمنية واما ريت الرفاق الكل من سلفادور الكوبا وكل الحمل فوق الكتف رشاش ريت الشهيد اللي سقط على الحبة ريت الشهيد اللي سقط على الشعبة أما شهيد الله ما ريتاش.